بدأ البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازات المرقصية في استقبال الآباء والأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. المزيد ينضم إلينا من هناك مراسلتنا الزميلة هند فاروق. أهلا بك هند، وأطلعينا على الأجواء لديك الآن من أمام الكاتدرائية بالعباسية. اهلا بيك يا رميحي، برحب بيك وبرحب بكل زملائي في استوديو قناتين. كل عام وكلنا بخير، مش الاقباط فقط، هو عيد لكل المصريين. انا الان من داخل مبنى الكاتدرائيه، البابا توادروس الثاني، بابا الكاتدرائيه، بابا الكرازه، بابا الاسكندريه والكرازه المرقصيه، وصل واستقبل بعض كبار الزوار. معي ضيفي الشيخ عماد طه، احد علماء الازهر الشريف. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وانتم بخير، والكنيسه المصريه بخير، وقداسه البابا كل عام وله بخير. كلمه تحب تقولها في عيد الميلاد لكل المصريين؟ كلمه في عيد الميلاد، أن يولد الإنسان من جديد، بحيث يجدد الإنسان عهده مع الله في عام جديد. عام جديد كأنه بداية جديدة للإنسان، يسطر في العام الجديد في صفحاته عملا صالحا، سعيا طيبا، بناء لخير ولخير وطنه ولخير مجتمعه، أن يساهم الإنسان كل يوم في زرع وفي إنتاج وفي نماء بكل ما يملك الإنسان من قوة أو نصيحة أو علم. عام 2019 نبدأ هذا العام، ونتمنى أن يكون هذا العام بداية جهد وتصويب لما حصل من خطأ منا في العام الماضي، أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم يوم الاحتفال بميلاد السيد المسيح. هذا اليوم يعبر عن سماحة المصريين جميعا، لأنهم يلتقون هنا على قلب رجل واحد، يفرحون في هذا اليوم، يعطون رسالة للأشرار لا تستطيع أن تفرقوا بيننا، فإننا كيان واحد وجسد واحد وأمة واحدة. هذه الأمة متلاحمة تتعانق المآزم مع منارات الكنائس. هذا يذكرنا بهذا المشهد الذي سمعناه ورأيناه قبل ذلك في شهر رمضان، عندما دقت أجراس الكنائس مع أذان المغرب. ما نقدمه من شهداء كل يوم وجرحى، هذا يدفعنا دفعا لأن نحافظ على هذا الوطن الغالي الذي كان فاتورة استقراره ودفعه للأمام دماء طاهرة زكية. هذه الدماء الطاهرة الزكية لا ننساها، لأنها فداء لهذا الوطن، ومن أجلنا أن نعيش في سلام وأمان. فلا ننسى أن ندعو لهم بالغفران والرحمة وللمصابين بالشفاء، وأن يكلل الله مجهود هذا الوطن بالنجاح، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكر وسوء وشر. أكيد فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل عام وكل الإخوة الأقباط وكل المصريين بخير. هترك حضراتكم الآن مع صورة لمراسم الاحتفال، ومن خلفي كورال الأمجاد السماوية يغني ترانيم عيد الميلاد. شكرا جزيلا، وعودة إليكم مرة أخرى بالاستوديو. شكرا جزيلا الزميلة هند فاروق، كنت معي الآن على الهواء مباشرة من أمام الكاتدرائية بالعباسية، ونقلت لنا بعضا من صور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.